أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. قبل أن نتحدث عن المحور الرئيسي في هذه الحلقة والذي سنتحدث فيه عن غلاء الأسعار في عموم محافظات الجمهورية وخصوصا مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، سنتحدث اليوم عن غلاء الأسعار في العاصمة صنعاء، وبالنسبة للمناطق المحررة سنتحدث عن غلاء الأسعار في محافظة أبين. ولكن في هذه اللحظات انطلاق فعاليات مؤتمر المانحين لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن برعاية السويد وسويسرا والأمم المتحدة. المفوضية الأوروبية أعلنت تقديم 145 مليون يورو، والولايات المتحدة أيضا تتعهد ب 585 مليون دولار. بلجيكا تتعهد أيضا بتقديم 5 ملايين دولار، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيس ويعني تحدث بالأمس عن أزمة إنسانية وعن احتمالية حدوث مجاعة، يعني حذر منها خصوصا مع يعني أزمة القمح والحرب الروسية الأوكرانية. رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر قال ترتكز مساعدتنا لليمن على 134 مليون فرنك سويسري. الكويت تتعهد بالالتزام بتقديم 10 ملايين دولار، ولا زال مؤتمر المانحين منعقد إلى هذه اللحظة، وفي ظل تساؤل العديد من المواطنين خصوصا ممن يعني يمرون بأزمة غذاء وفقر وجوع وكل الأزمات التي تسببت بها حرب الميليشيا الحوثية، يتساءل المواطن ماذا عن المساعدات؟ هل ستصل المساعدات لمستحقيها أم أنه ستكون كسابقاتها؟ وأيضا يعني الميليشيا الحوثية تدخلت بشكل سافر ووصفتها إحدى المنظمات بأنها تسرق الطعام من أفواه الجياع. أيضا قبل قليل انفجر لغم بسيارة، وحسب شهود عيان هنالك وفاة لستة أشخاص من أسرة واحدة جراء انفجار لغم أرضي في سيارة هايلوكس بجولة الغراسي. نشاهد الصور لآثار انفجار اللغم الأرضي وتضرر المركبات، وهنالك وفيات وحديث أيضا عن جروح. تكررت هذه المآسي وتكررت انفجار الانفجارات بالنسبة للألغام حتى في مناطق سيطرة الميليشيا. هنالك انفجارات للألغام وهنالك أيضا وفيات وهنالك جرحى، وبالتالي هذا يدل دلالة واضحة على أن الميليشيا الحوثية زرعت المناطق التي كانت تسيطر عليها وفرت منها ب يعني كميات كبيرة من الألغام، وذلك أيضا حسب يعني تقارير لمنظمات وأيضا تقارير لفرق هندسية تعمل في هذا الشأن وتعمل في نزع الألغام، كالفرق الهندسية المتخصصة في نزع الألغام، وأيضا فريق مسام الذي يعني تحدث عن نزع كميات كبيرة من الألغام المموهة والمزروعة بشكل يعني لا يتخيله بشر. وأيضا هنالك وفيات أمام منازلهم جراء انفجارات الألغام. اليوم تشاهدون الصورة وهنالك حديث عن وفاة ستة أشخاص من أسرة واحدة في سيارة هايلوكس، وهنالك حديث عن جراح، وكما قلنا تكررت هذه المآسي، ويبدو أن الميليشيا الحوثية تزرع الألغام بدون ولم تسلم الخرائط للأمم المتحدة، ويبدو أيضا حسب مراقبين أنها تزرعها بشكل عشوائي وبدليل أنها تنفجر أيضا في مناطق سيطرتها. نعم، إذن المحور الأول من هذه الحلقة نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن غلاء الأسعار في العاصمة صنعاء، ونعود إلى ضيوفي في هذا المحور. تتصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل غير مسبوق، وتتزايد التحذيرات مع ازدياد في عدد الأسر المحتاجة لمساعدات عاجلة. آخر تلك التحذيرات ما تضمنه تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمية، الذي حذر من أن اليمن يوشك على السقوط في براثن أزمة جوع كارثية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من العام الجاري.
أرقام مهولة تؤكد أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون حاليا إلى مساعدات غذائية يصل إلى 17 مليون و400 ألف شخص من أصل أكثر من 30 مليون شخص، وتواجه نسبة متزايدة من السكان مستويات ضارئة من الجوع، ومن المحتمل أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية إلى رقم قياسي يتجاوز 19 مليون شخص خلال ديسمبر القادم. ومع ظروف الحرب واستمرارها، أشار التقرير إلى ارتفاع مستوى سوء التغذية الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء البلاد، حيث يعاني 2,200,000 طفل من سوء التغذية، من بينهم أكثر من 500,000 يعانون من سوء التغذية الحادة، مما يهدد حياتهم، بالإضافة إلى نحو 1,300,000 امرأة حامل أو مرضع يعانين من سوء التغذية الحاد أيضا. ويقول برنامج الأغذية العالمية أنه يحتاج إلى 800 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لتقديم المساعدات الكاملة إلى 13 مليون شخص تقدم لهم المساعدة حتى الآن. ومنذ بداية العام اضطر البرنامج إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف، أي 8 ملايين شخص، بسبب نقص التمويل. وبهذه التخفيضات لا تكاد تحصل الأسر على نصف الحد الأدنى من سلة الغذاء اليومية لبرنامج الأغذية العالمية، ولا يزال 5 ملايين شخص من الفئات المعرضة لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة يتلقون حصص غذائية كاملة. عم سنتحدث عن هذا المحور، وسنتحدث أيضا عن هنالك تقرير لغلاء الأسعار أيضا في محافظة أبيان، وسيكون معي ضيوف فهمي الزبيري ومحسن عميران وعبد العالم حيدرة وآمنة محسن، ولكن سأعود إلى ما تحدثت عنه في بداية هذه الحلقة وقبل هذا التقرير، انفجار اللغم في بالقرب من جولة الغراس. ينضم معنا بسيم جناني. بسيم مرحبا بك، ما هي التفاصيل لهذا الانفجار وماذا عن الضحايا؟ نعم أخي مساء الخير. طبعا هو أشبه بعبوة ناسفة وليست لغم صغير. نعم. زرعت على مدخل إحدى الأحواش الواقعة في جولة الغراسي، وعندما قدمت الأسرة التي تمتلك الحوش لنقل بعض الألواح الطاقة الشمسية لتركيبها في الحوش، وعند مدخل البوابة انفجرت العبوة الناسفة بشكل كبير جدا، مما أدى إلى يعني احتراق السيارة بمن فيها، 5-6 أشخاص من نفس الأسرة، بالإضافة إلى أضرار جسيمة نالت من القاطرات التي كانت تقف بجوار الحوش في نفس المحيط. طبعا هذه الانفجارات التي تحدث بشكل مستمر منذ انسحاب القوات المشتركة قبل عدة أشهر، والألغام في شبه يومي تتحصد أرواح المواطنين الأبرياء المدنيين في الربصة، في الكتيب، على الساحل، في خط كيلو 16، داخل المزارع. الألغام زرعت بشكل عشوائي وشكل يعني مترامي الأطراف في كل مكان، وعندما انسحبت القوات المشتركة عجزت ميليشيا الحوثي من نزع هذه الألغام من أماكنها، وتركتها لتنال أو تسحق المواطنين بشكل نعم. هل هنالك جرحى جراء هذا الانفجار؟ للأسف كل من في السيارة من شدة الانفجار يعني من شدة الانفجار توفوا. نعم، من شدة الانفجار، والصور الذي عرضت كانت كفيلة بأن تظهر أن الانفجار كان ضخم جدا وأشبه بسيارة مفخخة، بما يعني أن العبوة التي زرعت بحقد، زرعت بشكل لا إنساني من قبل هذه الميليشيا، وهي عبارة عن منطقة مدنية، كانت عبارة عن حوش مدني يتبع مواطن. أكثر من تأثر من ألغام الميليشيا الحوثية والعبوات الناسفة والتي زرعتها بأشكال وأحجام مختلفة وأيضا مموهة، أكثر من تأثر من هذه الألغام المدنيون، وهنالك مآسي حقيقية فعلا، يعني خصوصا الألغام والعبوات الناسفة التي تزرع يعني أمام منازل المواطنين، يعني هنالك أسر أيضا عادت إلى منازلها بعد أن تحررت مناطقهم وتفاجأوا بألغام مزروعة باب المنزل، يعني باب المنزل وداخل المنزل، وليست فقط يعني ألغام بل عبوات ناسفة، شبكات من الديناميت، شبكات ألغام ممتدة بين البيوت كانت مربوطة من منزل إلى منزل،
يعني كانت ميليشيا الحوثي تتجهز داخل مدينة الحديدة وعند نقاط التماس لحرب إبادة جماعية لكل ما هو موجود من بشر، حجر، حيوانات. حتى الكلاب لم تسلم من هذه الألغام، بشكل يومي تتصيد الألغام وهذه الحيوانات البرية التي طيب، تمر من الشارع. هذه العبوة الناسفة التي يعني آثار الانفجار يعني كبيرة جدا، هذه العبوة الناسفة التي زرعت بهذا الشكل، وأيضا كل الجرائم التي ارتكبت بالألغام ويعني العبوات الناسفة التي قامت بها وبزراعتها الميليشيا الحوثية، ما هي ردود فعل المواطنين عندما يسمعوا عن انفجار بهذا يعني الشكل، وأيضا عندما يعني تكون هنالك نتائج ضحايا بهذا العدد الكبير يعني من أسرة واحدة؟ للأسف هناك أيضا يعني عدم توعية من قبل بعض المواطنين، أو عدم وعي للدخول لبعض المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في نقاط التماس. وأغلب الحوادث التي تحصل بسبب تهور بعض المواطنين والدخول إلى هذه المناطق، حتى أن الحوثيين للأسف يعني كما هو يعني معتاد عليهم لم ينبهوا المواطنين بالدخول إلى هذه المناطق أو يضعوا إشارات وجود الغام في هذه المناطق. الالغام التي زرعت في مناطق شارع الخمسين وباتجاه كيلو 16 وحي الربصه كلها زرعت بوقت قصير جدا، وكانت بشكل عشوائي كبير ومن عده فرق، ولكن لا يوجد لها خرائط موضحه ليتمكن فريق نزع الالغام من انتزاعها. وايضا هناك ايضا تقاعس اممي من قبل فريق الخبراء الموجود داخل مدينه الحديده من حل هذه المشكله والاصرار والضغط على ميليشيا الحوثي بان باغلاق المناطق التي زرعت فيها الالغام حتى يتم نزعها بشكل كامل. لكن ما يحدث انه اليوم بالامس قامت ميليشيا الحوثي بفتح طريق خط الساحل المتجه الى المنصه هو جامعه الحديده، وثاني يوم مباشرة أو اليوم بالصباح بدأ المواطنين بالدخول لهذه المناطق، وكل هذه المناطق زرعت فيها ألغام وعبوات بشكل كبير جدا، مما يعني أن هناك عملية فقط لا مبالاة وعدم الاكتراث بأرواح المواطنين. كل الحوادث التي حصلت منذ خلال 3 أشهر من انفجار ألغام وانفجار عبوات ناسفة كانت بسبب فتح الممرات وفتح الطرقات التي كانت ملغمة وتركها بدون أي تصفية كاملة لما زرع فيها في السنوات الماضية. ليس فقط على مستوى مدينة الحديدة، نتحدث على أيضا الريف تهامة الذي يعاني منذ سنوات حتى اليوم من مخلفات ميليشيا الحوثي بشكل عام، بشكل عام يعني نعم هنالك ضحايا إعاقات كثر دائمة، في محافظات إعاقات كثيرة. دائمة، هناك ضحايا. نعم، الألغام للأسف هذه الألغام ستكون لعنة على هذه الميليشيات لعشرات السنوات القادمة، وإن لم يكون هناك وقفة جادة أممية في هذا الموضوع وهذا الملف الإنساني الذي يفترض أن يكون فعلا ذات أهمية وتتحرك فيه المنظمات الحقوقية، خاصة أننا نرى أن الضحايا هم عبارة عن مدنيين لا حول لهم ولا قوة، أسر تبات بشكل كامل داخل منازلها على متن سياراتها على وسط السهول، وسط العشش، وسط المنازل، وسط الأحواش، وللأسف لا حياة لمن تنادي. نعم بسيم الجناني، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونذهب إلى محور غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأيضا يعني أثقلت كاهل المواطنين. كما تحدثنا بالأمس، مجلس الأمن تحدث عن أن ارتفاع الأسعار سيساهم أيضا في انتشار رقعة المجاعة، في الفقر المدقع، وأيضا تحدث جروفس عن يعني سرعة التحرك الجاد ل يعني إنقاذ المواطنين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. عقب هذا الفاصل، المحور الرئيسي في هذه الحلقة. نعم، ينضم معنا فهمي الزبيري، مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، وأيضا محسن عميران، عضو اللجنة الدائمة بالضالع. مرحبا بكما أستاذ فهمي، مرحبا بك. أسعد الله مساءكم المشاهدين الكرام. نعم،
اليوم طيب لنتحدث عن غلاء الأسعار، يعني هنالك أزمة عالمية ولكن هنالك استغلال وهنالك أيضا ركوب للموجة وعدم اهتمام بحال المواطنين، وبالتالي ما هي أبرز الحلول التي يمكن أن تكون موجودة وحاضرة في المناطق المحررة لإنقاذ المواطن من هذه الارتفاعات الجنونية؟ نعم أخي الكريم، هناك ارتفاع جنوني للأسعار في العاصمة صنعاء وفي المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي التي تستغل وتستثمر معاناة المواطنين وتفرض قبل أن الحاوات. أنا آسف، أنا كنت سألتك عن المناطق المحررة قبل أن نتحدث عن مناطق سيطرة الميليشيا، وضع آخر، ولكن الآن المناطق المحررة كيف يمكن يعني إنقاذ المواطنين من هذه الارتفاعات؟ نعم بالفعل، لابد للحكومة من وضع حلول وتدابير عاجلة من أجل إنقاذ المواطنين في المناطق المحررة وإيقاف تدهور العملة المحلية، ولابد للاقتصاديين ولقيادة البنك والقيادة في وزارة المالية أن تكون هناك حلول عاجلة، لأن المواطن فعلا يعاني معاناة شديدة في مختلف مناطق اليمن، وللأسف الشديد هناك من التجار من يستغل هذه الأزمات العالمية مثل الحروب والنزاعات الدولية ويضاعف الأسعار ويستغلون المواطنين، ويجب أيضا على الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة مراقبة الأسواق ووضع قوائم محددة بالأسعار، لأن هناك كما أسلفت الكثير من التجار يضاعفون من معاناة المواطنين، وأيضا يرفعون أيضا المواد المشتقات النفطية لها دور في ارتفاع الأسعار. المواطن بالفعل يعاني معاناة شديدة في المناطق المحررة بسبب الارتفاعات الجنونية طيب. نعم للأسعار. نعم إذا ما تحدثنا أيضا عن مناطق سيطرة الميليشيا، هنالك أيضا حديث ويعني هنالك تجديد من جريفيث وأيضا حديث في مجلس الأمن عن هذا الشأن، عن الارتفاعات في الأسعار بالتزامن مع أزمة القمح العالمية، وأيضا هنالك حديث سابق عن رقعة مجاعة وتزايد عدد الأعداد الكبيرة والفقر أيضا المدقع كما تحدثنا في اليمن. يعني بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، يشكو مواطنون من ارتفاعات وصفوها بالجنونية بالرهيبة، وبالتالي كيف يمكن أيضا عمل حلول للمواطنين هناك؟ لا ذنب للمواطن. نعم، المواطن أيضا يعاني في مناطق سيطرة الحوثيين لنفس الأسباب، كجشع التجار مضاعفة الأسعار، إضافة إلى المعاناة التي تتسبب فيها جماعة الحوثي من فرض إتاوات ومبالغ مالية على التجار، ويتركونه فريسة للتجار مقابل جني أموال لصالح جماعة الحوثي. وهناك تحرك شاهدنا في خلال الأيام الماضية، كتابة العبارات على الجدران، هي حالة من السخط الشعبي الواسع الذي بدأت تتسع يعيشه. الآن بدأت تتسع الآن، هنالك حديث عن أيضا رفض في محافظة إب. نعم، وأيضا يقابلها أيضا ارتفاع في حالة الطوارئ والتدابير التي تقوم بها ميليشيا الحوثي داخل الحارات، واعتقالات لشباب ول ناس أبرياء يتهمونهم بأنهم وراء هذه التحركات الشعبية. هناك غليان شعبي واسع، لكن يواجهه طبعا قبضة أمنية لمواجهة أي تعبير عن الرأي وعن الحالة السيئة والمعيشة الصعبة التي يعانيها المواطنين، في ظل أيضا انقطاع كامل للمرتبات، نصف مرتب كل 6 أشهر.
فعلا المواطن مسحوق اكثر داخل مناطق سيطره الحوثيين، وايضا لا يوجد اي مناخ للتعبير عن الراي او عن ما يعانونه من 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 جوع طيب ومن فقر طيب مدقع. نعم طيب، هنالك حديث استاذ هامي ايضا عن مؤتمر مانحين، وهنالك حديث ايضا عن تقديم مساعدات اليمن. هل تم برايك كمدير حقوق انسان، هل يعني تحدثت منظمات معنية بهذا الشأن؟ هل تم الحديث عن كيفية إيصال المساعدات لمستحقيها وعدم التلاعب وعدم أيضا تدخل الميليشيا؟ للأسف الشديد هناك عبث بداية من قبل المنظمات الإغاثية، المنظمات الإنسانية، عبث كبير وواسع في المصروفات الإدارية وفي الرواتب المهولة التي تصرف للعاملين، ومعظم أيضا الموظفين تفرضهم جماعة الحوثي من عناصرها، إضافة إلى عدم يعني غياب النزاهة، غياب الشفافية لدى هذه المنظمات وانحيازها في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا تصل الكثير من هذه المساعدة والمعونات إلى مناطق الشرعية، المخزون الاستراتيجي والهائل والكبير في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا يصل إلا الفتات والقليل إلى المناطق المحررة. الميليشيات تستخدم الكنترول داخل صنعاء، تتحكم بهذه المنظمات، وهذه المنظمات للأسف الشديد ترفض. طيب هذا الكنترول، هل يعني بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين والحديث الذي تم عن أزمة الغذاء والأزمات المتلاحقة لليمنيين، هذا الكنترول هل تم الحديث من قبل الشرعية مع الجهات المانحة مع الأمم المتحدة حول هذا الشأن، أم ستتكرر المآسي السابقة؟ يعني نعم، هي الحكومات تطالب يعني في مرات خلال مرات عديدة تطالب هذه المنظمات بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن لكي تمارس عملها بكل حرية وفي مناخات آمنة أيضا، لكن هذه المنظمات ترفض، وهذا ما يثير الاستغراب ويثير الدهشة، يعني استمرار عملها في مناطق سيطرة الحوثيين، وفرض أيضا خلال ربما قبل عامين أو ثلاثة فرضت أيضا يعني مبالغ مالية كبيرة على هذه المنظمات. نعم. وكان هناك احتجاج وتم إلغاها، لكن هذا يشير إلى أن هناك تحكم بهذه المنظمات، وهناك فساد حاصل، وهناك تماهي بين القائمين على هذه المنظمات داخل صنعاء وبين قيادات الميليشيا الحوثية التي استغلت الوضع. سؤال الأخير، نعم سؤال الأخير لك الحربي والثراء. أستاذ هامي، حتى نذهب إلى الضالع وأيضا إلى أبين، سؤال الأخير لك، كيف غلى الأسعار في مأرب، كيف نعم. هو وكيف، وهل هنالك حديث عن حلول بديلة عن إنقاذ للمواطن؟ هو في مأرب هو حالها كحال بقية مناطق الشرعية، لكن ربما محافظة مأرب هناك يعني أسعار يعني مناسبة بالنسبة للغاز المنزلي للمواد البترولية ربما، لكن الأسعار مرتفعة كبقية مناطق الشرعية. نعم، ويجب على الحكومة يعني توفير حلول عاجلة لهذه. لم يتم الحديث عن توفير حلول بالنسبة لمادة القمح مثلا، أرض زراعية؟ نعم، في ظل أيضا الأزمة العالمية يجب، لأنه هناك يعني أكثر يعني 85% من مادة القمح لا يتم استيرادها من الدول التي تتعرض اليوم للنزاعات المسلحة. فهمي الزبيري، مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، شكرا جزيلا لك. أستاذ محسن، مرحبا بك. أستاذ محسن، مرحبا. نعم، حدثنا عن الأسعار في الضالع وكيف يعيش المواطن وكيف يعني يقضي يومه وكيف يعني يصرف أموره في ظل غلاء الأسعار. نعم، شكرا لقناة اليوم على اهتمام هذا الشأن، ونرجو من التعديل اسم علي محسن أميران. المواطن في محافظة الضالع شأن المواطنين في مختلف المناطق المحررة،
أصبح المواطن في محافظة الضالع هو ضحية وهو من يدفع الثمن إهمال الحكومة الشرعية وعدم رقابتها الكافية على أسعار المواد الغذائية، وكذلك أصبح ضحية تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية، فأصبح المواطن هو من يدفع ثمن ذلك من حياته ومن قوت يومه، وكل يوم وضع المواطن يزداد سوءا وتدهورا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك انهيار اسعار صرف العمله الذي تذرع بها التجار. التجار يتذرعون بان اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائيه مرتبط بسعر صرف العمله بسعر صرف العمله، وهناك انهيار كبير تشهده العمله المحليه، وهذا انعكس بشكل سلبي على اسعار المواد الغذائيه وقله الدعم والمساعدات المقدمه من قبل المنظمات الدوليه للإنسان المضطر والفقير والمحتاج. نعم، ابقى معي أستاذ علي، ابقى معي بس أستاذ علي ابقى معي. علي محسن عميران، تفضل أستاذ علي. مرحبا. كذلك قلت لك عدم وجود الرقابة من قبل مكتب الصناعة والتجارة، وكذلك من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستغلال التجار بمعاناة المواطنين وعدم وجود الرقابة، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل سنوي وبشكل يومي. طيب أستاذ علي، كذلك قلة الرواتب تدني. نعم أستاذ علي، كان في حملات سابقة في الضالع، يعني خصوصا في ظل تلاعب بعض التجار، ونحن نعلم أن هنالك تجار مع الأسف يعني عند الحديث عن أي أزمة عالمية، عند الحديث عن أي ارتفاعات حتى بدون أي مبرر ترفع الأسعار على المواطن. هل هنالك لجان تضبط هذه المسألة، ولا زالت مستمرة اللجان بالنزول أم توقفت؟ نعم، هناك حملات سابقة تمت نزولها إلى أسعار المواد إلى بعض المحلات التجارية، لكن هذه الحملات متوقفة وغير مستمرة بسبب كما قلت لك انهيار سعر الصرف وعدم استقرار العملة. كل يوم أسعار المواد الغذائية بسعر آخر بسعر مختلف. عندما تذهب إلى التاجر يقول لك أنا أبيع أقوم بالاستيراد بسعر بالدولار والعملة الأجنبية، ولذلك أنا أقوم ببيعها للمواطن بما يتناسب مع سعر الصرف، وهذا أربك الكثير أربك الكثير حتى مكتب الصناعة والتجارة. هذا سبب له عائق كبير، كل يوم يعني هناك ارتفاع وهناك تقلب في أسعار المواد الغذائية. الأمر الذي أدى إلى توقف حملات النزول في قبل مكتب الصناعة والتجارة، وكذلك عدم وجود الرقابة الكافية بسبب سعر الصرف كما قلت لك. إذا كانت هناك حلول لمعالجات لأسعار الصرف وتثبيت العملة يعني بشكل كامل، هذا سينعكس إيجابيا على أسعار المواد الغذائية، وسيلمس المواطن تحسن في اسعار المواد الغذائيه، وسيساهم في ذلك في تحسين وضع المعيشة. لكن في ظل هذا الوضع لا نرأي بوادر ولا نرأي معالجات من قبل الحكومه وكذلك من قبل مكتب الصناعه والتجاره لاسعار المواد الغذائيه. كل يوم نشهد ارتفاعات، وكل يوم نشهد كل يوم المواطن يزداد معاناه، وكل يوم وضع المعيشه يزداد سوءا، خصوصا في محافظه الضالع. هناك مئات الاسر النازحه من مختلف مناطق الصراع الى مركز المحافظه والى مركز المديريه. هذه الاسر لا يوجد بها الدعم والمساعدات الكافيه التي تساعدها على البقاء وتلبيه احتياجات اسرها. هناك قله الدعم مقدم من قبل المنظمات، هناك عدم وجود احتياجات كافيه من حافظ نعم الاسر النازحه والفقيره والمحتاجه. نعم، علي محسن عميران عضو اللجنه الدائمه، شكرا جزيلا لك. نذهب الى هذا التقرير الذي يتحدث ايضا عن غلاء الاسعار ويعني أثقل كاهل المواطن. نذهب إلى هذا التقرير في محافظة أبين. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يقبل المواطنون كعادتهم على شراء متطلبات رمضان، ومن ضمنها شراء السلع الغذائية بكافة أنواعها، إضافة إلى بعض السلع الموسمية التي يتزايد الطلب عليها في هذا الشهر الفضيل، في ظل تدني قيمة المرتب الشهري الهزيل للموظف الحكومي الذي لم يطرا عليه أي زيادة أو تسوية منذ أكثر من 11 عاما. هو ارتفاع جنوني الأسعار، بل صار لا يقدر المواطن أن يتحمل أعباء هذه الأسعار، ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية إن شاء الله، وأن تخف علينا مشقة وعناء ارتفاع الأسعار. ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملات الوطنية وعدم استقرارها انعكس بشكل كبير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 30% عن العام السابق، فضلا عن غياب الرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية في الحكومة على الأسعار التي يتلاعب بها التجار الكبار والمستوردين للمواد الغذائية واستغلالهم للأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن. ارتفاع الدولار والأسعار، ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي الآن الكيس الدقيق من 42,000، معك السكر برضه مرتفع، إذا كان واحد معاشه 50,000 أو 100 أو 30 خاصة المتقاعدين، بايش اللي بيقلب الأهل في البيت؟ أصبحت أسعار المواد الأساسية شبح يؤرق حياة المواطنين ويزيد من حجم المعاناة في المناطق المحررة، وبات الكثير منهم عاجزين عن شراء السلع الغذائية الضرورية. علينا شهر رمضان الفضيل في هذا العام وقلوب الناس تكتوي بالقلاء الفاحش في مثل هذا الوضع المزري، هذا الوضع المخزي، هذا الوضع الملخبط، هذا الوضع المشخبط، هذا الوضع المعشبك المشعبك، يعني القلاء بلق أوجه بحيث أن راتب الواحد يعني ما يغطيه حتى دب زيت. يعني كيف رمضان شهر الخير، شهر الفضل، شهر البركة، شهر الجود، وحالة الناس حالة مزرية. الوضع الاقتصادي وضع بصراحة مزري، لا ندري ما هي الأسباب. يعني الآن قوت الناس، حياة الناس، معاناة الناس، نحن نسأل الأخ رئيس مجلس الوزراء، رئيس الدولة، أين أنت من هذا اللي يدور في البلاد؟ سخط شعبي من الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق التي فاقت قدرة المواطن الشرائية في ظل ضعف الموارد وقلة فرص العمل، ما أسهم في حرمان كثير من الأسر من شراء احتياجات شهر رمضان الذي حوله التجار من شهر خير وعطاء وتكافل اجتماعي إلى شهر استغلال ومتاجرة بالمعاناة. الحالة الذي يمر بها المواطن الأبيني والمواطن بشكل عام حالة يرثى لها بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني الذي ليس له قانون أو ليس له داعي. يعني فنجد بعض الأسر لا تستطيع أن توفر حاجياتها الأساسية اليومية، ناهيك عن ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى يعني أعلى مستوى وأعلى من الأسعار العالمية. المواطنون طالبوا بتفعيل الأجهزة الرقابية في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين والإشراف الميداني على الأسواق والسلع، وضع قائمة محددة بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لمنع جشع التجار والقضاء على التلاعب بأسعار السلع الأساسية لحياة المواطنين. أهلا بكم، ينضموا معنا عبد العالم حيدرة الإعلامي. أستاذ عبد العالم مرحبا بك، هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ نعم، إذن إلى أن يجهد الاتصال بالأستاذ عبد العالم. يعني يتساءل المواطن، وكما تحدث الزملاء في التقارير السابقة، يتساءل المواطنون أين دور الجهات المعنية في ضبط الأسعار، أيضا أين دور الجهات الحكومية والشرعية خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. سأوجه هذا السؤال إلى الأستاذ عبد العالم. أستاذ عبد العالم مرحبا بك. مرحبا، سلام بكم. نعم، المواطن يتساءل خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك، يعني معروف أن كل الأسر العربية وخصوصا الأسرة اليمنية مع قدوم شهر رمضان المبارك يعني يحصلون على متطلباتهم لشهر رمضان قبل شهر رمضان المبارك، ولكن الآن مع انقطاع المرتبات، غلاء الأسعار، عدم ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار والجشعين والذين يستغلون آلام ومعاناة الناس، يتساءل جميع المواطنين أين الحكومة وأين الجهات المعنية في كل ذلك؟ للأسف الشديد أنه لا توجد مسؤولية تجاه بشكل عام. أولا من حيث أنه انقطاع عملية الرواتب، غياب الأعمال، المواطن يعيش على يعني مأساوية من حيث الصرف، من حيث أنه من جميع الاتجاهات. لكن الدور الحكومي الذي يفترض بأن يحضر اليوم هو غائب بشكل كلي. نحن لا نعول على الجهات، كانت الجهات الحوثية أو أي حكومات أخرى تابع للشيوعية،
المسؤولية تقع على العهد وما هو الحصول القائدة عن المواطن ليس في إشكال حدود وليس ما يحصل الأسعار، لكن أنه يجب أن نعرف أنه عملية غلالة أو ما هو هو عملية مرتبطة بأسعار مرتبطة بأسعار مرتبطة بأسعار بالعملة بإدفاع العملة والعملة كل ما زادت الدولار وتضخمت مثل ما زادت. والأسف أنه كل شيء ينتج إلا الأسعار الدولار ما بين هبوط وارتفاع ونعمل كله نجات المواد الغذائية هي ثابتة بنفس الأسعار في المناطق الأسعار الحوثية أنه هناك الدولار يعني منخفض عن عبارات أخرى لكن سنجد إلا أسعار مرتبطة ببعضها تحمل بصمة لقطع السجار تحمل بصمة أيضا لغياب غياب المسؤولية. أنا أقول الحكومة هذه لا تحل حساب المواطن أبدا، هي عبارة عن محاسبات لديها استثمارات خاصة لديها شركاتها لديها أيضا نزاعاتها وخلافاتها فيها على هذا المواطن. المواطن هو المغيب المغيب قبل الحكومة. اليوم قادمين على شهر رمضان المبارك والكل يعرف انه الاسر اليمنيه تستقبل هذا الشهر العظيم باحتفاء، هذا الاحتفاء يعكس المطبخ اليمني، لكن اليوم المائده الرمضانيه بعيد عن كونها يغيب عنها الكثير من ابنائها الذين تفقد هم الاسر الروسيه الى المحارب ما بين قتيل ما بين ان يكون هناك مقبل على ان يقاتل. المائده اليوم ايضا هي فقيره من 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 كل المتطلبات التي كانت متواجده وحاضره في المائده اليمنيه على مدى سنوات طويله. اليوم كما قلت المائده فقيره من الحضور، اليوم المائده فقيره من ما هو موجود فيها. نعم استاذ عبد العال حيدره الاعلامي، شكرا جزيلا لك، الشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقه وللمشاهدين الاعزاء في امان الله.